إن أعظم اختراع إنساني في هذا العصر هو اكتشاف صورة النفس، ورغم ذلك فإن عدم تصحيح الخطأ هو خطأ حقيقي. عزيزي المشاهد في سيلفي نسلط الضوء على الذات البشرية لتصل الإجابة على سؤال من نحن؟ وكيف؟ ومتى؟ وإلى أين؟ أهلا وسهلا بكم من جديد، معكم أنا الدكتورة سلطان عثمان فابقوا معنا. سلوكيات الأبناء الخاطئة صدمة قوية للآباء. سيلفي الرجل المديون فسحة محبة مع الدكتور مجد ناجي أفضل طبيب عربي على مواقع التواصل الاجتماعي نبض الحياة مع سهام الرشيدي الإعاقة أخذتها إلى بطولات ألعاب القوى مشاهدين الكرام معنا الليلة سيدة خلود هي زوجة وأم ولكنها مرت بتجربة قاسية مع ابنتها وياي الليلة تخبرنا عنها التجربة هاي. مرحبا بك خلود مرحبا بك دكتوره كيف شو اخبارك الحمد لله اخبارك كويسه الحمد لله قولي لي شو المشكله اللي عندك والله ما دام انا ام وعندي اولاد واولاد اديتهم دي كل الحريه وال... والتصرف وكده بس المشكله عندي بنتي الكبيره اللي عامله لي مشاكل كتيره قوي واصبحت ما اعرفش اتعامل معاها ولا ولا يعني من تصرفاتها الجريئه والغير طبيعيه يعني حاجات كثيرة أنا مستغرباها وعملت لي مشاكل كتير قوي من في البيت ومع جوزي يعني تصرفاتها اللي اللي مثل شو يعني شو التصرفات اللي يعني تصرفات هي ابتدت تطلع يعني كده انا ابتديت اروح اخدها على المدرسه ابتدت بعدين بيقولوا لي ان بنتك ما بتدخلش على المدرسه يعني ابتدت عندها علاقات غير كويسه مع بنات تطلع من غير مشوره وتروح لاماكن احنا مش عاوزينها تروح لها مم. يعني آه وبعدين احنا اكتشفنا ان عندها علاقات آه مع اولاده أولاد آه كده ده اللي فجر المشكله كلها في البنت عندنا آه واصبح ابوها يعني بيلقي اللوم عليا كله عليا انا عشان انا اديت لها الحريه كلها مم. وأصبحت فقد كل الثقة حتى في ولادي يعني يعني أصبح عندي فتور في البيت يعني كل يوم مشاكل كل يوم نقاش يعني جدل ونقاشات حامية بين بيني طب وبين طب وين شو قاعد يتصرف كيف قاعد يتصرف والله لما أعرف بالعلاقات الغير كويسة وغير شرعية زي ما بنقول مع مم. الشباب وكده يعني أصبح بي اللوم علي أنا عشان كده اديت لها مطلق يقولون بيقول لي انت اللي انت اللي على دللتيها وانت اللي دلعتيها وانت اللي اديتيها الحريه المفرطه دي يعني حتى حتى انه كان كل مره لما سمع بالموقف الـ الـ بالعلاقات المش كويسه ومع الشباب ومع البنات وكده اصبح يضربها يعني بيضربها بقسوه وكده هي اصبحت تهددنا انها راح تهرب من البيت يعني شوف شوف المشكل اللي إن انا فيه يعني فقدت الثقه حتى في أولادي التانيين يعني ما يعني مش عارف موتر الجو عندكم جدا البنتي. يعني موت الجو موتر جدا جدا للدرجه رهيبه يعني حتى اصبح جوزي بيني وبين علاقه بيني وبين جوزي يعني فيها فتور يعني ما, ما بسبب, مشكلة بسبب, بسبب الاشكال بسبب الاشكال كل ما أنا بيقول لي يعني اللوم عليك انت أنتي, نعم انتي نعم اللي كذا كذا آه نشكرك خلود على مشاركتك معنا اليوم بتجربتك هذه واكد لك ان ما في مشكله تكبر بدايتها الله، الا الله. وتصغر ان شاء الله, إن الله. وبدعوك انت ومشاهدينا الكرام ان ابقوا معنا بعد هذا الفاصل لاننا سنناقش هذه القضيه بتفاصيل اكثر في الفقره التاليه ان شاء الله مشاهدينا استمعنا قبل قليل الى حاله اجتماعيه تعكس ما يسمى صدمه الاباء من سلوكيات الابناء لا شيء يجلب التعاسه للاباء اكثر من انحراف الابناء واصرارهم في الاستمرار مع رفقاء السوء وارتكاب المحظورات والمغامرات الجنونيه وما ينتج عن ذلك من كثره مثولهم امام جهات القبض والتحقيق تصوروا ان بعض الاهالي يعانون من امراض مزمنه مثل السكر او الضغط او القلب ويزيد اولادهم الطين بله نتيجه سلوكياتهم الخاطئه والتي تسبب لهم صدمات نفسيه وجسديه ولكن ما هو اصعب ان لا يعرف الاباء ما يدور في عقول ابنائهم هنا يقف السؤال مثل صخره. ما هو دور الاباء في انحراف اولادهم؟ واين تقع مسؤوليتهم في ذلك؟ نرحب بضيوفنا الليله الدكتوره هند الرستماني مستشاره نفسيه في شؤون الاسره والطفل والاستاذه هند البدواوي مستشاره نفسيه واسريه، اهلا وسهلا بكم ضيوفنا الاعزاء الليله. حالة. اول شيء لو بغينا نقول شو هو سيلفي؟ الامهات والاباء اللي يعانون من انحراف احد ابنائهم في البدايه طبعا حابه اشكركم على هذا البرنامج والفكره الحديثه اللي تتناسب مع تطورات المجتمعات او بشكل عام وخاصه مجتمعاتنا العربيه لما نقول سلفي الاباء مع ابنائهم هم النظره اللي ينظرون فيها لابنائهم سواء كانوا ايجابيين ام سلبيين سواء كانوا اسوياء او غير اسوياء فبشكل عام ان الاباء والامهات ينظرون لابنائهم هم الصوره التي تمثلهم في المجتمع الخارجي بسلوكياتهم باخلاقياتهم بتصرفاتهم بشكل نعم. كبير. وانتي هن شو تقولين يا دكتوره هند؟ على سلفي الاهالي يعني الام والاب اللي عنده احد من الابناء منحرفين او رايحين يعني متخذين سلوكيات خاطئه في حياتهم. من هذول الاباء والامهات؟ يعني خلينا نقول طبعاً هاي صدمة كبيرة للأهل أكيد بس في بداية الكلام لازم نقول بعد أن ما في أهل ما يحبون عيالهم يعني بالمئة صح فخلينا نقول يعني قبل ما نوصل لدرجة الانحراف نتكلم شوية عن الدلال اللي الأهل يدللون العيالهم إذا هم. ممكن نقول الـ الـ يعني لو بغينا ناخذ مثلاً قلنا صورة قريبة مقربة للأم والأب اللي أحد عيالهم مثلاً انحرفوا عن السلوك السوي نقول هم الأهالي اللي دللوا عيالهم بزيادة؟ يعني هو ما نعرف نقول الدلال او في عوامل عوامل اخرى يعني ثانيه لأن صحيح. احنا يعني لازم اول شيء ننظر لمنظومه الاسره لان الاسره زمان شيء والحين شيء ثاني صحيح يعني, يعني في الحين بقطع عليك شوي بس بقول انه يقولون لو اخذنا سيلفي على الاسره العربيه حاليا يقول ان الظاهره السائده حاليا ان معظم الاهالي تدلل عيالها في كثير من السلوكيات توفير كل الامور كل احتياجاتهم لدرجه توصل الإفراط في الدلال معهم هل هذا الكلام واقع بالفعل خلينا نقول الدلال بدون وعي شويه لان أزل. اول شيء لو نظرنا شويه للاسره لاحظي زمان في الامارات الاسره شو كانت؟ البيت الكبير اللي فيه كل الاجيال تقريبا عندك خمس اجيال في البيت من الطفل الصغير اللي ينولد لين اليد ويمكن يكون يعني ثاني يد يعني صحيح. الجد الاعظم اذا نعم. بغينا نقول او اليد آه كل حد يعني ليه دوره وعندك بعد المجتمع المتضامن يعني فكل حد يربي كل حد يعني. صحيح. تطورت اه الحياه بطريقه يعني سريعه ومع التطور صارت يعني دخلت علينا ثقافات جديده والبيت الكبير صغر وكل حد يعني صار له روحه فبالتالي كل بيت دخل عليه عنصر جديد اللي هو بعد المربيه دخل عنصر شغل المراه. دخلت عناصر كثيرة يعني ومنها طبعا أكبر عنصر حاليا هو التواصل الاجتماعي عن طريق الإلكترونيات <applause> فكل هاي الأشياء صار منبع المعلومات للطفل مش يعني بس مش الأم والأب وبعدين باقي العائلة وبعدين هي المجتمع صار الطفل يطلع للمجتمع وبعد رضيع يعني الحين في حضانات في روضات في مدارس فبالتالي كل التركيبة تغيرت ومع التركيبه هذه ايش كثر نحن وعينا عليها م. يعني لما نشتري مثلا الايباد للطفل طبعا بحسن نيه وبان هذا الطفل بيتعلم منه اشياء كثيره بس في نفس الوقت ما نوعى إن لازم نحط الشروط والقواعد والقوانين قبل ما نعطي هالطفل هالشيء صحيح هنت تبغين تضيفين شيء؟ بخصوص هالنقطة بالذات إنه لو نقوله أول شيء ما نبي نقول انه هي ظاهرة كثر ما انها مشكلة موجودة لأن إشارتنا لها أنها ظاهرة معناته احنا نقول أن هذا الشيء متفاقم بشكل كبير في المجتمع ونحن مش قادرين نسيطر عليه. ولكن وين هي مشكلة من المشاكل اللي نواجهها في مجتمعاتنا سواء انحرافهم أو عدم سواهم أو المشكلات الأسرية وإلى آخر من المشكلات. بحاجه الى ايجاد معرفه الاسباب وايجاد الحلول حتى نت... ن... يكون عندنا وقايه من انها تتحول لظاهره كبيره ما نقدر نسيطر عليها. صحيح صحيح ففي هذا الاطار يعني الشيء اللي ابغى اقوله ان انماط التربيه تغيرت مثل ما تفضلت الدكتورة من زمن لزمن وصار النقطه الاساسيه على أساس الطفل يكون غير مسؤول مستقبلا لأن تحويل الكماليات الى اساسيات فصاروا ما يحسون بطعم الكماليات. فصارت دائما حاجاتهم مستمره وملحه ومع كل جديد سواء بوعي او غير وعي بس مجرد ثقافه الامتلاك الخاطئه. فالطفل فهذه الطفل من يوم صغير هو يتربى وينشا في البيت فالبيت في هو اللي يزرع الاساس او البذره الاساسيه اللي من خلالها ينمو سلوكياته المستقبليه. فالنقطة الأساسية أن ضعف وعي الأم والأب في النمط التربوي السليم للابن هذا لأنه فروق فردية ممكن أن الأسلوب اللي ينفع مع الولد مو مع البنت أو مع الكبير مو مع الصغير كل واحد له شخصية ولا أسلوب ولا طريقة عملية أني أنا أوفر حاجات هي الأساس في عملية التربية أني أنا حاجات والطفل يبغي يشبعها صحيح. وين النقطة؟ أن الحاجة طالما موجود إحساسي أن أنا محتاج يكون في قلق دائم متى يوصل الاستقرار والهدوء عندما يشبع هذه الحاجة فإذا أساس كل السلوكيات سواء سلبية أو إيجابية هي إشباع الحاجة الطريقة اللي يتبعها الشخص ليشبع هذه الحاجة هي اللي نقدر نقول عنها انحراف أو سلوك خاطئ عبر باب بطريقه خاطئه. صحيح. اذا هنا احنا بحاجه الى دور للاهالي انهم يكونون مستوعبين لكيفيه اشباع حاجه الطفل وتدريب الطفل على اشباع حاجاته ايضا، صح؟ من المسؤوليه مستقبلية. زي. في اراء تقول ان كثره استخدام التكنولوجيا في العصر الحديث خلت ان الاهالي تستوي نوع من الصمت العائلي، يعني الحوار الصامت في العائله، كيف تفسرون هالشيء؟ طبعا مثل في يعني وايد بحوث كانت تقول العائله الصامته او العائله الاماراتيه صامته، طبعا تتخيلين المشهد لما تشوفين في البيت الاطفال على الايبادات والاهالي على الالكترونيات فعالم منفصل فيصير تصير اللغه لغه غير لفظيه. يعني ما حد يستخدم لغه التواصل، حتى الحين كل حد يبغي الواتساب وكل حد يبغي يعني مختلف طرق التواصل من غير حوار، فلما الطفل في البيت ما يتعلم الحوار، يعني اذا امه وابوه ما علموه كيف يتكلم او كيف يتواصل. اطاله فتره الاعاله، اعاله الوالدين لابنائهم، يعني فترات طويله الناس تلاقيهم بعدهم في الجامعه وخلصوا في الجامعه وبعدين ما زال الاهل هم اللي الابناء، هل هذا يؤدي الى نوع من اللامسؤوليه وبالتالي الانحراف عند بعض الابناء اتوقع ان المشكله الاساسيه بعدين احنا نسوري الانحراف ما اقصد فيه الانحراف في الاخلاقي وانما الانحراف الأخلاق السلوكي يكون مثلا عدم التزام تمرد بتو... في ال... عدم القدرة على اتخاذ قرارات صحيح واخر من السلوكيات السلبيه بشكل عام هي فترة العيار طبعا في فروق فردية يعني في بعض الطلاب مثلا يقطعون دراستهم مثلا الثانوية والإعدادية ويطلعون للشغل على أساس أن يتحمل مسؤولية من ناحية مادية أو لسد حاجات معينة. الإشكالية وين الإشكالية؟ لا لابد أن أنا إنسان يكون مسؤول سواء أنا كنت المعيل كأب وأم أو أنه كان هو معيل نفسه ومعيل لأسرته. فالأساس موجود منو ما كان منو ما عاد طبعا احنا ما بنطلع من اطار ديننا الاسلامي ومن تعاليمنا ومن تعاليم الدين الاسلامي وكذلك من عادات وقيم ومبادئ مجتمعيه نحن نولدنا فيها صحيح. فكون ان احنا نشير لطول طول الاعاله انه قد يكون سبب في عدم تحمل المسؤوليه مثلا او لا مو بهذا الاساس الاساس ان قدرتك على غرس مبادئ التربويه الصحيحه والنمط التربوي الصحيح اللي يبني لشخصيه مسؤوله قادره تحمل المسؤوليه سواء اطلت الاعاله او سواء انه هو قطع دراسته وتوجه لميدان العمل فاذا سيولد عندي شخصيه مسؤوله قادره على تحمل المسؤوليه مستقبلا. هل عندك اي كلمه تقولينها دكتوره هند في هالنقطه؟ نعم انا ابغى اقول ان يعني وضع القوانين من البدايه يعني في, في الاسره وايد مهم وفي نفس الوقت مش بس القوانين المثل الاعلى يعني لما الام والأب جالسين ويودون نعم. تلفوناتهم او ايباداتهم ويشتغلون عليها الطفل شو بيسوي؟ بيسوي نفس الشيء والاستمراريه يعني مش اسوي شيء مره ومرتين او لما اشوف ان ولدي عنده مشكله ابغى احلها واسوي هالشيء لا القوانين لازم تستمر دائما حتى لو كنت تعبان حتى لو تكون شو كانت ظروف دائما تكون ثابته ومتواجده عشان الطفل يتعلم عليها ويستمر يعني عليه البيت والمدرسه والمجتمع، اطراف ثلاثه هي المسؤوله بالكامل عن ابنائنا، وكل منها بحاجه الى ان تتضافر مع الاخرى من اجل هذا الانسان الصغير الذي سوف يتلقف الرايه ليحيا في زمان غير زماننا. ان الطفل ليس دميه ولا تسليه، بل هو حياه كامله، حياه خاصه. وهو ليس عجينه يشكلها الاباء والمعلمون كيفما يشاءون بل هو كيان وانسان يستمد الكثير من شخصيته من المجتمع ايضا ومن القيم التربويه والاخلاقيه السائده في هذا المجتمع ولكي يستطيع الطفل ان يقول يوما ما ادبني ابي ومعلمي ومجتمعي فاحسنوا تاديبي احترموا انسانيه هذا الكائن الصغير شكرا للدكتورة هند وشكرا للاستاذة هند على هالمشاركة الجميلة والفعالة معنا. شكرا. أعزائي فاصل ونعود بموضوع يثير الكثير من الجدل وهو سيلفي الرجل المديون فابقوا معنا. الدين هم بالليل وذل بالنهار. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء نتواصل معكم في برنامجكم سيلفي في فقره مخصصه للرجال فقط. في فقرتنا الاولى تكلمنا عن صدمه الاباء من سلوكيات ابنائهم والحين نبغى ندخل زوم اكثر في السيلفي الداخلي للرجل او للرجال الذين يستدينون ويسحبون القروض الكثيره والذين سرعان ما يقعون اسرى للقلق والتوتر. تصوروا مثلا ان اسافر مع اصدقائي فاستدين او من أن اجل ان اشتري هديه ثمينه او من اجل ان اقيم حفله حفله زفاف او حفله عرس فخمه فتتراكم علي الديون واصبح خلف القضبان فتتحول الحياه من سعاده الى بؤس ومن نعيم الى شقاء. ويبقى السؤال لماذا يتجه بعض الشباب الى الاستدانه وما دور التربيه في ذلك وما هي المخاطر؟ ارحب بضيوف سيلفي الخبير والمحلل الاقتصادي نايل فالح الجوابره والسيد شريف الجريناوي مهندس كمبيوتر. اهلا وسهلا بكم اليوم معنا. اهلا وسهلا سهلا بدايه ابغي اسالكم شو هو السلفي او تقدرون تعطوني السلفي الخاص للرجل المديون. بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه للسلفي الخاص للرجل المديون هو ان عليه أن يشتري شيء ثمين مو عنده موجود نعم او يقتني شيء يتمنى ان يكون عنده يقوم باستدانه او يتجه الى اي شركه للاستدانه لكي يكون لديه شيء ما عند غيره طبعا مثل ما تفضلت في البدايه أن يكون يتجه الى زفاف او اتجاه السفر أو, أو, او رحله الشيء اللي مو موجود عنده يحاول انه ياخذه بطريقه غير شرعيه اللي هي غير شرعيه بطريقه المجتمع الطريقة الغير شرعية اللي نحن ما تربينا عليها نعم. اللي هي الحاليا اللي موجودة طبعا دخيلة علينا تعتبر من خارج أن أتدين وتزين أيوة. فلاحظنا أن الفترة الماضية أو في الفترة الحالية يتجه الشاب إلى الاستدانة أو أخذ قروض أو أخذ بطاقات ائتمانية صحيح. لكي يأخذ شيء هو عبارة عن كماليات وليس واجب عليه إنه يأخذها نعم. طبعا مثل ما تفضلتي في البداية هو سلفي دين الدين هم والهم ما ما بيخلص دل بالليل وهم بالنهار اكيد في هم بالليل ودل بالنهار ذل بالنهار صحيح. لان كلهم حيطالبوا وكلهم حيدقوا الباب واذا ما دق الباب صاحب الدين الشرطه اللي حتدق الباب تاخذه الى السجن مثل ما تفضل دين. صحيح صحيح زين شريف انت شو تقول على سلفي هذا الانسان اللي يكون غرقان في الديون شو احساسه يكون هذا الانسان؟ حاليا ديون يعني خاصه للشباب الموجودين كل الشباب يعني او الجيل الان كل فكره او همه بالسياره كيف بده يحصل على السياره؟ كيف بده يحصل على الزواج؟ نعم. وحاليا الامور متوفره في مجتمعنا الحالي من حيث الرواتب، الوضع الاقتصادي ما بيسمح لاي شخص او لاي شاب مقبل للزواج او مقبل لشراء سياره او لمجتمعنا يواكب التطور التكنولوجي من حيث التلفونات الموبايلات، اجهزه الحواسب كلها كل شيء بتطلب انه الحصول على المال. صحيح. فدخل اي شخص موجود بكون دخله محدود من حيث المصاريف، من حيث كل شيء موجود عندنا محدود. فبتطرق انه يلجا للامور هذه اللي هو اخذ القروض او الدين بطريقه عن البطاقات مثل ما تفضل استاذنا البطاقات الائتمانيه او عن طريق القروض الشخصيه او عن طريق التمويل آه الانسان تسحبه الاموال او تسحبه العروض اللي بتقدم البنوك وشركات التامين والقروض استخدامها سهل وبسيط جدا في البدايه لكن الانسان بتفاجئ بعد هيك انه النتائج بعد التراكم بعد ما الانسان ياخذ الشيء او يحصل على الشيء انا مثلا بدي اشتري سياره بعد ما احصل على السياره وبعد ما اتورط في الامور انه بتفاجئ انه انا, إن أنا صرت متورط حاليا صحيح. لا قادر انسحب ولا ارجع مثل ما كنت ولا قادر اسدد الامور اللي علي فالانسان بيكون متورط صحيح يعني السلفي في ماله انسان متورط يعاني من القلق والخوف من عواقب الامور اللي أكيد دخل طبعاً. فيها اكيد طبعا اكيد طيب شو دور التربيه هنا في تاهيل انسان غير مسؤول انا اعتقد الانسان اللي يروح يستدين كثرة ويبغى يعيش مثل ما قلت يعيش حياه مو بحياته مو بحياته نعم بالضبط هذا شو دور التربيه هنا تكون في الاسرة هذا. دور البيت ودور الاسره طبعا طبعا الاسره هي اللي تنشئ الكيان كله في 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 المجتمع بكل تاكيد اذا هو ما كان متربي على يمتلك شيء معين فقط ليس ان كل شيء يمتلكه بسرعه صحيح. مثل ما نلاحظ الحين مثلا الطفل عنده موبايل اخر موديل عنده س... عنده اخر العاب عنده ال... الاشياء اللي وعنده اشياء كثيره اشياء, أشياء كثيره م... حديث. مش لا صحيح. صحيح او اكبر من سنه او او الاهل صار ينظروا الى اشخاص اخرين او عائله اخرى ليش ان اولاد فلان عنده واحنا اولادنا ما عندنا نعم. طبعا هذه الاسلوب المجتمعي الدخيل علينا بعدين غير كذي فوقها في يعني عائلات حتى يدفعون كل مصاريف عيالهم حتى لو كبروا يعني أكيد. مثلا يزوجوا ويشتري له ويوديه الجامعه أكيد. وكذا اكيد كل شيء المرحله اللي هو بكون جاهز فيها بس حتى التربيه بالاساس لما تكون التربيه مش كامله بكون الشخص نفسه بنظر للاشخاص اللي معه نفس الطالب في المدرسة بتطلع أصحابه تختلف الأمور تختلف المجتمعات الحياتية الأمور المادية بتختلف من إنسان لآخر لو إن كانت تربية بالأساس صحيحة أنه يتعلم الطفل من هو صغير أنه ما ينظر أو ما يطلع على الشيء له ويكتفي بقدراته ما كان نوصل للأمور هاي حاليا يعني صحيح طيب أستاذ نايد يعني متى تفتكر هو السن المناسب ان الطفل يتعلم فيه الاداره الماليه، اداره مصروفه مثلا اليوم اللي حصله من امه منذ الصغر يعني نحن تعلمنا كنا في الصغر ناخذ درهم او درهمين. صحيح. الآن على ايامنا. على ايامنا نعم. درهم كان شيء تشتري ثروة كان. تشتري ثروة صحيح. شيء واحد او شيئين تشتريه فقط في المدرسه، الان ياخذ 20 درهم يقول لك ما يكفي. وبفعل انا يعني اسمع حالات كثيره انا اشوفها مثلا سواء في العائله او حوالينا او في العياده اللي يوني الطفل الام تقول انا اعطيه مثلا مثل ما قلت تفضلت 20 درهم يروح الصبح المدرسه عقب يجي بعد الظهر يقول بعدي بفلوس فلوس عشان مصروف ثاني اكيد طبعا صحيح عشان صحيح مصروف المدرسه اما مصروف طلع مع الاصدقاء مع الاصحاب ايوه اذا من, من اي سن نقدر نقول ان الطفل يقدر يتحمل مسؤوليه المصروف ماله؟ منذ النشأه من من, من, من من سن الروضه مثلا من سن الروضه انه يعني يتعلم انه ياخذ الشيء اللي له فقط ما ياخذ اكثر من اللي يكون مصرح له مثلا في الحيز او انه ياخذ كل شيء صحيح او كل شيء يطلبه يكون عنده موجود لانه اذا كان كل شيء يطلبه تجهز له فهو صار كل شيء عنده عادي او كل شيء صار سهل صحيح, صحيح والسهل صحيح الممتنع فيشوف انه من منذ الصغر اذا تعلم مثل ما كنا نحن درهم او درهمين ومشي نفسك ما عندك الزياده او ما عندك يوم ترجع البيت تاخذ الزياده وعندك اكل في البيت وعندك كذا وعندك مصاريفك هذه فقط المصروف لك خلال اليوم كامل صحيح ان كان الدرهم أو الدرهم أول خمس درهم او درهم او الخمس دراهم الان مثل ما تفضلتي ياخذ مصروف المدرسه شيء شيء اساسي ويوم يرجع البيت ياخذ مصروف بعد الظهر بعد الظهر يعني يعني وبعد في مصروف اللي هي الالعاب م. فصار عنده عده مصاريف ويشوف شيء سهل يقدر يحصل عليه طبعا منذ النشأة اذا تعلم الطفل انه كيف يصرف أو كيف يحصل على الشيء مش نقول صعوبة ولكن يقدر الشيء اللي عنده أكيد طبعا ما راح يلجأ إلى اللي هو الآن حاصل بين الشباب صحيح هو خوف بعض الآباء والأمهات مثلا إني ما أحرم طفلي من اللي يحتاجه أساس ما يمد إيده على أشياء ناس تانية أو وفر له كل شيء يمكن اللي قاعد تخلّي الناس ما تستوعب إن زيادة المصاريف على الأطفال بعد ممكن تخلق شخصيات هذا هو الخطا غير مسؤوله هذا هو الخطا أنه اللي ما يمد ايده او ما يتجه بس هو هذا الشيء عنده موجود نعم يعني او عنده شيء بديل له صحيح لكن حاول الاهل الاهل طبعا هم الاساس المجتمع يوفروا له كل شيء اللي حتى لا مو مطلوب فطبعا النشاه منذ البدايه ان كل شيء موجود عندك تقدر تحصل عليه طبعا نعم. هيلجأ الى كثيره صحيح وهذا والله اعلم شريف انت شو تقول عليها؟ اكيد اذا الانسان توفر له كل شيء بدون ما يتعب فيه واي شيء يطلبه يكون موجود متوفر امامه، صحيح انه الاب او ما يعني ما بيقصر من ابنه شيء واي شيء يكون بده اياه يكون جاهز، بس ما فكروا لقدام انه هذا الطفل او هذا الشخص تربى على هذه الاساس او هاي التربيه، فمهما كبر وهمشت فيه الامور هو متعود أن كل شيء بده يكون له موجود ومتوفر صحيح. كيف ليش باي طريقه يكون موجود ما في تعب شيء راح ينطلب راح يكون موجود فعشان هيك المشاكل حاليا بنشوفها بشكل كبير هي مشاكل القروض والديون هو الأساس الغلط بالتربية التربية هي الغلط فالإنسان أو الطفل أو الشخص لازم أي درهم يكون معه أي مبلغ من المال يكون قادر على صرفه على توزيعه على إدراكه وتوزيعه من المهام كاملة فعشان هيك انه الشخص لما يوصل لمرحلة انه بيشتغل حاليا بس دخله ما بكفي لا لأمور الديون والقروض اذا شو دور شو دور تثقيف الشباب الإدارة الماليه يعني من في مثل الناس محللين ماليين مثلا مثل الاستاذ نايل الحين دوركم انتم انكم تنشرون ثقافه الاداره الماليه بين الشباب وبين البنات حتى في ال بين الاسر نفسها <applause> احنا نلاحظ الحين ان البنات صارن افضل من الشباب يعني لاحظنا من قبل شهر تقريبا اصدرت دبي ان الرخص التجاريه النساء اكثر من الرخص التجاريه للرجال، هذا دليل على ان اتجاه النساء صار ايضا الى التجاره. طبعا نتكلم دائما عن أن لازم يكون هناك درايه كامله الى المال، لازم يكون هناك توفير. طبعا كثير من الناس او كثير من الشباب يقول لك انا ما اعرف ادير، انا ما اعرف اوفر، زمان كنا صغار كانوا كان عندنا حصاله أي. نحط فيه يعني اتذكر كان يعطونا مصروف مثل ما قلت درهم واحد فخار. كنا نشتري نص درهم الاغراض المدرسه ونص حطم درهم حطم نخلي اخر الاسبوع يكون عندنا مثلا جمعينا ثلاث اربع دراهم خمس دراهم كانت ثروه بالنسبه لنا يوميا نخليها في الحصاله الفخار ونكسرها اخر صحيح الشهر صحيح عشان نشوف كم جمعنا المبلغ ونشوف منو اكثر من الثاني لكن الان ما في حصاله ما في, يعني ما, في ما في اداره اصلا ما في اداره ماليه الحصالات الموجوده بس هالاعمال الخيريه يحطونها. بس بيتبرعوا <applause> الخيري نعم فمنذ النشأ اذا ما اتجه الطفل او ما اتجه الاسره لتعليم الطفل انه مو كل شيء حتحصل عليه نحن ما حصلنا على كل شيء صحيح نحن كان ممكن, ممكن ال... ما وصلنا ممكن للان لل... وصلنا لانه مو بان كل شيء ما حصلنا عليه لكن اهلنا علمونا انه انت تقدر تسوي تقدر تنتج تقدر تخلي عندك تقدر توفر من مصروفك نعم. تشتري من مصروفك يعني نحن الان مثل ما تفضلتي الشخص الاب يزوج ابنه يشتري له سياره نحن الاول لا كان انت اشتغل ويجيب لنفسك سياره يزوج نفسك وصرف نفسك يزوج نفسك كل شيء بدك اياه وبعد اصرف صحيح صحيح وبعد اصرف على البيت لانك انت صرت من مساهمه تكون في البيت اكيد الآن فالان ما في الدرايه الماليه للشباب او خلينا نقول الشباب والبنات بعد ان صار المصروف غير مركز بشيء معين كماليا يقول لك انا ما اعرف ادير انا ما اعرف كذا لكن ما يتجه في عندنا كثير من الامور يعني كثير من الامور تقدر يعني يقدر يعني يقدر يستثمرها صحيح يقول الاداره الماليه الحكيمه بحاجه الى متعلم ليميز بين الصواب والخطا ولا يقع في مصيده البنوك من هنا فان القروض لا تكون الا في الضروره القصوى وعندما نضطر للقرض فلا بد أن نلجأ لاستشارة أصحاب الخبرة والتجارب أولا لنعرف عواقب تصرفاتنا وكما قلت المسؤولية تبدأ من الطفولة وتنمو معها علموا أولادكم معنى المسؤولية مبكرا أشكركم جدا أشكركم على حضوركم معنا وعلى هل حوار المجتمع خلونا مشاهدينا الأعزاء نروح فاصل ونرجع معاكم ونكمل حلقتنا تبسمك في وجه اخيك صدقه والسلام يبدا بابتسامه نرحب بكم من جديد اعزائي المشاهدين في فقره عالم المحبه والتسامح مع تجربه طبيب يعد واحدا من ابرز اطباء الاسنان في الشرق الاوسط واول طبيب عربي يحصل على لقب افضل خبراء التجميل العرب والاول في مجال تجميل الاسنان قالوا عنه زارع الابتسامه والضحكه الجميله زارع الحياة الجميلة للناس والبشر. رحبوا معي بطبيب الاسنان الانسان الدكتور مجد ناجي. يا اهلا وسهلا بك معنا دكتور ومنورنا ليله. شكرا كثير على المقدمة الحلوة واهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة ببرنامجكم. الله يسلمك. قبل ما نبدا كل شيء <تصفي> نبغي ناخذ سلفي على الدكتور مجد ناجي، كيف تعرف نفسك كانسان؟ إذا أه بدنا ناخذ سيلفي أنا أول مرة باخذ سيلفي ببرنامج بصراحة فالسؤال حبيته إذا أه بدنا نبعد عن دكتور مجد ناجي الطبيب عم نحكي أه أه أنا مجد ناجي أه مواليد 1975 أه عندي ولد وبنت هذا أهم شيء في حياتي أه فبحب أعرف حالي أنه والد لطفلين بعتبرهم أغلى شيء في حياتي يعني هاي ايه اعتقد هم كل شيء بالنسبه لك في حياتك صاروا الاطفال هذول صحيح صحيح زين انت قدمت اغلى وابتكرت اغلى ابتسامه يقولون ابتسامه مدهشه سويتها شو كانت الاسباب والدوافع اللي خلتك تروح وراء هالشيء الابتسامه الغاليه هي ما يعني مش احنا اللي رحنا وراها هي هي اللي اجت لعنا كان من خلال صوره نشرتها على حسابي في الانستغرام لأحد احد الفنانات الاوروبيات حاطه اسنان ذهب مركبتهم فلقيت كثير ناس عم تتصل انه عم تسال فينا نعمل زيها فاحنا عملناها از بسموها سناب سمايل يعني بس بتركبيها كابتسامه ذهب بعد شوي واحدة من مرضانا طلبت انه ممكن تحط عليها دايموند فلما سالنا المختبر اللي بنتعامل معه درسنا الموضوع شوي لقينا انه ممكن نحط عليها رجعنا راسلنا شركه ثانيه انه مختصه بتركيب الدايموند على الذهب بالليزر مشان يكون طريقة علميه اكثر وبالفعل بعد ما صممناها لما قدرنا قيمتها لانه بعثناها على بلجيكا تقيم الالماس وعلى اخذنا فيه شهاده للالماس قيمه الالماس الموجود فيها والذهب فقد يعني تقريبا مئة 160 الف دولار والمريضة حبت تقدمها لا لشهاد... لتأخذ فيها شهادة من جنس وبالفعل أخذتها يعني فسجلت كأغلى ابتسامة في العالم فإحنا ما سعينا وراها هي يعني هي اللي جت هي اللي يعني على الطرف الآخر من هالابتسامة في ابتسامة فتحت باب الابتسامة هذه الابتسامة فتحت باب لكثير من الأطفال المحرومين صحيح إحنا كمبادرة عندنا في عيادة ليبرتي حبينا أنه جزء من هالابتسامة هاي لانه هلا صار في اكثر من وحده يعني جانا صنعنا صحيح. كمان صاروا اربعه او خمسه ف في جزء مخصص من كل ابتسامه بقيمه مئة الف درهم أه بيروح للجهات الخيريه اللي هي تعنى بالاطفال سواء تعليم الاطفال او علاج الاطفال فاول ابتسامه كان تبرع لمركز دبي للتوحد أه حبينا انه نشارك هالابتسامه هاي مع اطفال مركز التوحد وبالفعل في تعاون مشترك لحد هلا بيننا وبين المركز يعني انتم عندكم في ليبرتي مسوين مبادره ليبرتي الخيريه صح؟ صحيح كيف نشات الفكره وشو كان الدافع وراها بصراحة احنا أول ما ابتدينا في دولة الإمارات كنا عيادة جدا صغيرة، كنا مجرد طبيبين أسنان، اليوم احنا الحمد لله العيادة 22 طبيب أسنان وأكثر من فرع، فلقينا إنه في جزء مسؤولية علينا أن نرد لها المجتمع اللي دعمنا لما ابتدينا، إنه في جزء لازم نرجعه للمجتمع هذا، بلشت أنه مبادرات صغيرة أول شيء مبادرات خيرية تكون فيها العيادة وبعدين صارت لا عمل ممنهج صار في عنا مبادرة لبرت الخيرية اللي هي كل سنة بتخصص مبلغ مادي معين ثلاثة أو أربعة مرات بقيمة 100 ألف درهم ل. الجهات الخيريه اللي تعنى بعلاج او تعليم الاطفال سواء داخل دوله الامارات او خارج دوله الامارات مخصصه فقط للاطفال هنا دائما تعليم او علاج, تعليم أطفال. أو علاج وبكون الاطفال وبكون يعني 90% يعني شريكنا فيها بيكون الهلال الاحمر الاماراتي م. هو اللي بيساعدنا بالتنسيق مع الهيئات الاخرى لانه في مرات تبرعات كانت تروح لليونيسف للأنيروا ل جهاد خارج الدوله فكان دائما المنسق معنا هو الهلال الاحمر الاماراتي مشكورين من قريب كان اطلق ايضا اسمك على قسم او احد اجنحه علاج الاطفال في مستشفى الحسين لعلاج السرطان صحيح صح. في الاردن لما شفت اسمك مكتوب على هذا الجناح شو كان شعورك يعني هو شعور يعني بصراحه هي يمكن اكبر شهاده اخذتها في حياتي اللوحه اللي اعطوني اياها في مركز الحسين للسرطان تعني لي الكثير يعني أه بادره بشكرهم عليها وبحب اشكر كمان سمو الاميره دينا المرعد اللي هي كانت صاحبه الفكره أه زيارتي لهم كانت تعني لي كثير اول شيء ابتدت بشوفه الاطفال اللي اللي عم بيعانوا من السرطان اللي هن ما رحنا ندعمهم بصراحه هم اللي بيدعموك يعني لما تشوفي الاطفال هذول هم اللي بيعطوك امل في الحياه هم اللي بيملوكي بالطاقه وكان ختام الزيارة انه اطلاق اسمي على احد اجنحة علاج الاطفال هذا كمان كان شرف كثير كثير كبير إلي يعني انا مدين لهم يعني طول ما اسمي موجود على الجناح انا مدين لهم. الى جانب كونك طبيب فانك ايضا شخصية لها حضور اعلامي كبير، حدثنا عن اهمية الاعلام في انتشار العلم والمحبة والخير بين الناس، وهل فعلا الاعلام العربي يقوم بهذا الدور؟ هلا هو الاعلام يعني فينا نقول هو الرديف لاي عمل سواء ناجح او غير ناجح يعني قد ما كان الانسان معروف قد ما كان شاطر قد ما كان في عنده مقادم قدرات اذا ما كانت مدعومه بالاعلام وانا هون بحب اوجه يعني تحيه وتقدير للمؤسسات الاعلاميه اللي هي عن جد لها دور جدا فعال انت عم تساليني اذا بيقوموا بتزورهم في التوعيه الطبيه نعم في كثير من البرامج اللي بتقدم توعيه طبيه يمكن في بعضها وأنا أفضل سألتك من بعضها في كيف دورهم في نشر ثقافة المحبة والخير بين الناس طبعا في للأسف في قنوات تنشر الحقد بين الناس في قنوات لا بتنشر المحبة بين الناس ف هلا انت صار على جهاز الرسيفر عندك اكثر من ألف قناه فانت صحيح. كل شيء مفتوح قدامك وانت اللي بتنقي بدك تشوفي هالقنوات ولا هالقنوات بس مثل اي شيء في الدنيا موجود القنوات الخيرة والشهر. والقنوات اللي بتنشر أفكار خلينا نقول هدامه نوعا صدقت صحيح صحيح طب الحين كطبيب وفاعل الخير ماذا تعني لك الشهرة؟ كطبيب تعني لي يعني انه الحمد لله الواحد بيتعب بلاقي مردود تعب في ابتسامات العالم لما بتشوفه في تقدير العالم له فالشهرة شيء جميل يعني ما حدش بيزعل من الشهرة ولكن إذا عرفتي تستغليها صح يعني <applause> أنت تضع الابتسامة على وجه الكثير والمشاهير أيضا من يضع الابتسامة على وجه الدكتور مجناري أه... ابتسامة قصدك ابتسامة الأسنان يعني ابتسامة <applause> الابتسامة اللي <applause> لا هي على وجه اللي بتضع الابتسامة على وجهي سواء كأسنان ولا كابتسامة حقيقية زوجتي دكتورة ديمة هي طبيبة يعني في الجنب الدوران اكزاكتلي فهي سواء على الصعيد الشخصي او كطبيبه هي اللي بتهتم في ابتسامتي دايما تخاف من طبيب الاسنان انت نعم وانت أنا طبيب اسنان انا مريض اسنان جدا مزعج يعني عشان هيك يمكن الوحيد اللي بتستحملني زوجتي فعشان كذي هي الوحيده اللي تقدر مثلا تضبط لك الابتسامه اذا احتجت صحيح الجوائز والالقاب اللي حصلت عليها كافضل طبيب اسنان عربي حسب مؤسسه اندرسون للاستشارات والدراسات وحصلت ايضا على لقب سوشيال دكتور كاكثر طبيب اسنان متابع عربيا على وسائل التواصل الاجتماعي شو هالالقاب شو منحتك وشو اضافت لك هلا منحتني اللقب كلقب يعني من مؤسسات معروفه كتكنولوجي جيت او حتى اندرسون هذا شرف كثير كبير لي بس كمان بتحملك مسؤوليه يعني انا مثلا في لقب افضل طبيب اسنان عربي اخذته السنه الماضيه وهالسنه السنه الماضيه لما اخذته كنت مبسوط فيه بس السنه لما اخذته على السنه الثانيه للتوالي كنت مبسوط فيه اكثر وصرت عم بفكر في السنه الثالثه عرفت عليكي فكل ما اخذت لقب, لقب زاد طموحك وزاد مسؤوليه هكي. عليك يعني انك تاخذ المركز الاول صعب انك ترضي مره ثانيه بالمركز الثاني فبصير عليك مسؤوليه الوصول الى القمه سهل ولكن البقاء في القمه هو الاصعب ايه السوشيال دكتور هذا يعني صار عن جد مسؤوليه لانه إيه الناس اللي عم بتتابعك انت مسؤوله تجاهها حسب معلوماتي عدد المتابعين لك الحين وصل على السوشيال ميديا حوالي المليون ونص مليون ونص تقريبا نعم شو يخليك تحس هذا ف... الشيء؟ مسؤوليه كثير كبيره اصلا لحالي هلا ما عاد فيني اعمل عليهم كنترول ففي فريق بيساعدني بس هدول المليون ونص يعني كلمه فولورز او متابع هاي بتحسي انه بتحملك مسؤوليه انه انت شو ما بيسالوا لازم تجاوبي شو ما بهمني كثير ارائهم يعني في فريق دائما بيتابع لي انه اذا راي راي كثير مع او راي كثير ضد لازم لا. نشوف شو السبب ف يعني في مسؤوليه كثير كبيرة. كبيره صح جميل جدا دكتور ماجد انت اليوم صراحه اسعدتنا بهذا اللقاء الخاص شكراً شكراً. اللي اعطيتنا إياها والابتسامه الحلوه اللي رسمتها على وجوه الكل معانا الليله مشاهدينا للامل مساحه في في سلفي فانتظرونا بعد الفاصل اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في فقرتنا الاخيره نبض لنا فيها موعد مع الامل والتحدي انها مساحه للقاء بتجارب تعرضت لحادث او مرض ورغم ذلك فانها لم تستسلم لان على هذه الارض ما يستحق الحياه ضيفتنا الليله اصيبت بشلل الاطفال بسبب عدم التطعيم بعد الولاده هي عضوه في نادي دبي للمعاقين ورغم اعاقتها فإنها تزوجت وأنجبت طفلا وترملت وكأنها على موعد مع الألم والأمل معا الإعاقة دفعتها نحو عالم التحدي فشاركت في بطولات ألعاب القوى ومثلت دولة الإمارات في المحافل الخليجية والعربية والعالمية رحبوا معي بسهام مسعود الرشيدي هلا وسهلا بيش سهام في البداية سهام خبرينا عن سبب هالإعاقة وشو مشوارك مع هالاعاقه اللي اصبتي فيها؟ طبعا اعاقتي بدت يوم انا صغيره كان عمري تقريبا سبع شهور. طبعا ايام قبل الاهالي ما كان عندهم التوعيه الصحيه بخصوص التطعيم بخصوص الامراض اللي تصيب الاطفال قبل الولاده فكان هاي الشيء بعدم معرفه اولياء الامور بهذا الشيء فطبعا نصيب بشلل اطفال شلل نصفي فجاني من جهه اليسار فالحمد لله يعني الوالده والوالد ما قصروا معي فرحت للمستشفى طبعا ما كنت اقدر امشي كنت تحبي على ايديني طبعا ما كانت ريلي تقدر تشلني فسرت المستشفى فكانت هاي اول بداياتي فشافني الدكتور وشخص حالتي قال لي يعني حالتش يعني قال حق امي ان صعب انها صعب انها انها يعني تقدر تمشي مثل قبل نعم فالوالده طبعا ما يئست طبعا كان دمعتها في عينها قالت انا ما راح اخلي بنتي على هالحاله يعني انا اشوفها ف... فالوالد والوالده قرروا ان نسير عمان كان ايامها في علاج بالكي بالضبط مثل ما انت قلتي الكي يقولون اخر التطبيب الكي قولي لي شو يذكرك هالتجربة هاي طبعا هاي يذكرني بطفولتي و... والمعاناه اللي كنت اعيشها طبعا الوالد والوالده ما قصروا ودوني رحنا العمان م -م. كان هناك في العلاج الكي ما زال يعني متداول ما بين الناس. فأمي وابوي ودوني فعرضوني لل... للي يسوي الكي، ف... لي الكي على ايدي على ريل اللي صار. واستفدتي؟ هو قال حق الوالده بعد ثلاثه ايام بنتش راح تمشي. ومشيتي؟ اعطاهم هالكلام وبعد وبعدها هني الوالده والوالد راحوا ابو عند عمي فهني وحزه الغداء تقول انا كنت اتغدى وانت كنتي قاعده بعيد عني تقول الا شوي بعد ثالث يوم قمتي تمسكين الحيطه وتمشين تقول انا هني من الفرحه ما عرفت شو اسوي اضحك اصيح يعني أكيد لحظات مفرحه أكيد لاي ام ولا اي اب يشوفون طفلتهم اللي أكيد صحيح. الكل الاطباء قالوا لها أنها ما بتتحرك وبتكون مشلوله وتشوفون فجاه قامت وتمشي صحيح يعني اخر التطويب الكي صح صح هذا هو يعني اللي ما يمشي ممكن نروح نوديه نروح الكي ترى ايام قبل كان غير فالحين كل شيء تغير صحيح زين شو اكثر اللحظات المؤلمه اللي مرت عليك في حياتك يا سيام طبعا ايامها كنت ادرس طبعا في مدرسه اسويه في قطر طبعا خلصت دراستي في قطر الثانويه العامه فدشيت مراحل المدرسه كلها المراحل الدراسيه فكنت احصل شويه بعض يعني نظره البنات لي او بنقول بطريقه عامه المجتمع يعني كانوا كانوا ينظروا لي نظره الرحمه نظره شفقة الشفقه فكنت احس يعني في نظرات عيونهم فهذا الشيء كان يزعجني نعم يعني كنت أقول في نفسي بالعكس يعني أنا أقدر ودرس وسويت وأقدر أقوم وأطبخ يعني عقلي, وأطبخ شغال, يعني عقلي شغال, شغال حتى لو ريلي فيها إعاقة بسيطة أقدر أسوي الواجبات المنزلية وكل شيء يعني أساعد أمي في البيت فهاي الشيء كان يحسسني كأنه أنا ما زلت ناقصة فساعات يوم في شغلات أسويها كانوا يقولوا لي لا أنت ما تقدرين كنت أحس خلاص كأن الدنيا تنهار يعني أنا شوي ينقصني صحيح خلوني أجرب يمكن أنا أقدر أسوي هذا الشيء فهاي كانت نظرة الناس يعني كنت أحسها يعني متى بدأ التحدي الحقيقي داخلك؟ وليش بت... اخترت الرياضة مثلا كمجال تبرزين فيه وتبينين آه كل التحديات اللي عندك فيه؟ طبعا أنا كنت أتابع قبل ألعاب القوة للأسوياء فكنت أتمنى أني أشارك أو تكون في لعبة أني أشارك فيها ألعاب القوة فكان هاي يمنيتي فبعدها عن طريق الأهل التحقت على نادي دبي للرياضات الخاصة فشفت هالرياضة بالفعل موجودة ألعاب القوة الرمي فطبعا يختلف عن الأسوياء طبعا للمعاقين يكون كرسي مخصص للرمي فطبعا في البداية كان صعب يعني قلت أنا وين دشيت أنا وين وهكت نفسي فبالعكس يعني حبي لهالرياضة شجعني نعم. والرياضة نفسها يعني خلت خلت شخصيتي قوية. انزين، انت راضية عن انجازاتك الحين سهام؟ الحمد لله بس ما زال اطمح ما زلت تطمحين عندك طموحات اكثر من شيء اكيد, أكيد. طبيعي الانسان اللي عنده امل مثلك اكيد ما بيوقف، أكيد. قولي لي نظره المجتمع هالايام تغيرت للمعاق؟ طبعا وايد تغيرت بصوره يعني انا ما كنت اتصورها، طبعا بمبادرات الشيوخ، طبعا مبادره الشيخ حمدان ما انساها أه مجتمعي مكان واحد للمعاق نعم. طبعا اعطاه كل الحقوق، يعني هذه اول مره تصير في دولتنا، في الدول العربيه بعد وحتى ما شاء الله عليه شارك في لعبه الكراسي المتحركه. نعم اتذكر يعني هاي الشيء بالنسبه لنا فخر ان حد من شيوخنا يلعب على الكرسي اللي احنا نستخدمه. نعم نعم فيحس بمعاناه شنو المعاق شلون يقدر يعني يتكيف ويا هذا الكرسي. شو كان احساسك هي يوم شفتي لهالشكل؟ والله يوم شفته انصدمت صراحه. يعني حد من الشيوخ يركب على الولتشير لكن عنده كان عنده شجاعة وكان يبي يثبت في نفس الوقت كان عنده نظرة يثبت هاي الشخص هاي الشيء للمجتمع نعم. إن المعاق ما يظل إنه معاق لا بالعكس عنده قدرات وعنده أشياء يقدر يسويها يمكن السوي ما يقدر يسويها على هني أنا بقول لك سؤال في كثيرين من الناس أسوياء ما فيهم ولا شيء بس دائما يتشكون من الحياة شو تقولين حق هالناس هاي ككلمة أخيرة بتقولينها حق الناس كلمة. طبعا أنا كشخصيتي طبعا أنا الشيء اللي خلاني أوقف على ريلي هي العزيمة والإرادة والحلم اللي أنا أبي أحققه يعني أحط هدف في حياتي لازم أوصل حق هالهدف صحيح إذا إنسان ما كان عنده هدف ما راح يوصل شيء يعني أي إنسان بلا هدف ممكن يكون عنده إعاقة؟ مو عنده إعاقة بسميه شبه إعاقة لأنه هو حط هاي الشيء يعني مثل ما يقولون يعني هو حط نفسه في هذا المكان ويقدر يطلع منه بالضبط يعني مو بان هذا ان اخر مثل ما آخر, اخر المطاف صحيح انت صحيح حطيت هاي الشيء انت تقدر تطلع نفسك منه صحيح انت مو بخسران صحيح حتى لو بنقول ضيعت وقت كبير لا بالعكس يمكن في هالاوقات اللي راح تستفيد منها تحصل اشياء يمكن انت ما تقدر تتوقعها صدقتي وعلى كذي احنا نقول ما من وراء ما من اعاقه الا واراها انسان ضعيف الثقه والايمان بالله صحيح فما ينقص منك شيء الا ويعوضك الله في شيء اخر فقط عليك أن تنقب عن كنزك في داخلك. شكرا لك سهام، شكرا لكل من علمنا أن الإعاقة هي في نفوسنا الضعيفة هي رغبتنا في الوقوف أماكننا. شكرا لمن بحثوا عن بدائل لما حرموا منه. شكرا لكل متحدٍ لأي شكل من أشكال الإعاقة. مشاهدينا قبل أن نودعكم، أدعوكم للتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. والتويتر والانستغرام وجوجل الظاهره امامكم على الشاشه عزيزي المشاهد في سيلفي نحن معك للتعرف اكثر على نفسك ولتعرف من حولك استودعكم الله والى لقاء اخر مع سيلفي تريونا مع الجديد دائما